الاستاذه الحقيقه لميس الحديدي طلعت هجمه اسمه ايه ده يحيى حامد، وقالت المقال ده بقى ما بيتكتبش لجوه، ده بيتكتب لبره. انا ما اعرفش ايه جوه وبره، معلش عشان ما حدش يتضايق مني. وانت انت عاوز تضحك كده، اول ما اقول اي حاجه تضحك، نيتك سيئه جدا من ناحيتي. هي اللي قالت لميس كده، قالت ده المقال ده مقصود بيه بره مش جوه، من بره هلا الله ومن جوه يعلم الله. الحاجات دي بقى بتاعت ايه الحريم يعني. طيب يا لميس قالت ايه بقى لميس كمان عن يحيى حامد؟ نسمع جزء من مقال لميس الحديدي بعنوان كان المقال دولة فاشلة. طبعا لميس ما بتشتغلش حاجة دلوقتي غير انها بتكتب في احد مواقع ساويرس اللي محدش بيقراها، بس لميس دلوقتي خلاص بقى مكانها في الظل. نسمع كده جزء من مقال لميس بترد على يحيى حامد بتقول له ايه. دولة فاشلة، لميس الحديدي، مصراوي. بدأ حامد يغزل أوهامه لهدم فكرة نجاح الإصلاح الاقتصادي، تارة برسم صورة سفن المهاجرين المصريين الهاربين من الدولة الفاشلة كما يتمنى، وتارة بالحديث عن سقوط مصر تحت سيطرة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم ويتلاعب بهيكل الاقتصاد مبالغا في معدلات النمو، وتارة بالكلام عن الخداع والحقيقة المظلمة للاقتصاد والانهيار والإفلاس، مفردات جميعها تستهدف رسم ملامح دولة فاشلة لجذب انتباه الأوروبيين، وتكشف عن تمنيات الكاتب بتحقق تلك الصورة، بينما هو ورفاقه يعرفون جيدا أنها بعيدة كل البعد عن الواقع أو الحقيقة. ما كانت مصر يمكنها أن تخطو خطوة واحدة أو تستعيد ثقة المجتمع الاقتصادي الدولي دون ذلك البرنامج الذي شارك فيه المصريون جميعهم وتحملوا كل الصعاب من أجل تحقيقه لقناعتهم أنه الطريق الوحيد. يعني مصر مش دولة فاشلة يا لميس، يعني الصندوق زي الفل، يعني برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح، يعني الدنيا كويسة، ويحيى حامد مغرض وعنده أوهام بيقولها، الأوهام بتاعت ارتفاع الدين الخارجي 5 مرات، وأن مصر بتسدد حوالي 58% من ميزانيتها لسداد الديون وفوائد الديون، كل ده كذب، أوهام في دماغي يا حامد. أوكي، مين يرد على لميس؟ لميس نفسها. لميس ليها مقال قبل كده اسمه ماذا بعد الصندوق. نسمع بقى لميس لما ما كانتش بتتضايق من يحيى حامد كانت بتقول إيه. ماذا بعد الصندوق؟ لميس الحديدي، موقع مصراوي. ماذا بعد الصندوق؟ هل أعددنا أنفسنا للمرحلة القادمة؟ هل نستطيع الخروج من الحضانة لننطلق دون مساعدة ودون قروض ودون جدول زمني أو مشورة مستمرة؟ فماذا بعد الرحيل؟ ذاك هو التحدي الأكبر. فالأرقام حين يقرأها المواطن لا تعني له الكثير، لذا فإن المرحلة القادمة يجب أن تشهد حفاظاً على ما حققناه أولاً، ثم انطلاقاً لطاقات هذا الاقتصاد ليصل بثمار الإصلاح إلى بيوت المصريين وليس فقط إلى أسماعهم. ووضعنا الصندوق على بداية الطريق، لكن الباقي لا يقل أهمية. فبدون إصلاح هيكلي قطاعي، وبدون العمل على تشجيع الصناعة والخدمات، وبدون سياسة نقدية مرنة، وبدون قطاع خاص مشارك بشكل فاعل، ستقف مسيرة الإصلاح عند الحدود المالية والكلية فقط. فالنمو لا يمكنه أن يعتمد فقط على السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والقروض. ده كلامك يا لميس، يعني أنت تقريبا قلتي اللي قاله يحيى حامد، بس يحيى جاب أرقام. يحيى اتكلم عن الدين الخارجي وارتفاعه في 5 سنوات، يحيى اتكلم عن سد عجز الموازنة بالطرق الملتوية، يحيى اتكلم عن سيطرة العسكر على الاقتصاد. طب أنت قلتي كده، قلتي ماذا بعد الصندوق؟